احمد الطاهر، عسلامة على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. تفجعنا عليك اليوم، طمنا على حالتك الصحيه. والله الحمد لله، عملت عملية مشيت ناجحه بالكدا، وما ادري نقول عد مرحله تختار كاو نرتاح بالجي، وقدر الله ما شاء فعل. هذيك هي الغال واحد لباس، وهذيك هي نجي في بلاصه ما اخطر. ما تصورش قداش يعني التوانسه الكل تفاعلوا معاك ويسالوا على حالتك الصحيه. يرحم والديك، يرحم والديهم الكل، ويرحم والديك انت، وكل واحد موقف معايا بالكلمه باهيه، وكل واحد وقت لي طايح ويساني، يرحم والديكم الكل الكل الكل. ان شاء الله نشوفوك على ساقيك قريب كالعاده، بنفس الحماس والروح والجرينتا والقليب. ان شاء الله ان شاء الله هكا، وهذيك واحد درس يكون فيق اكثر في الحياه وكا، ولا غالب قضى وقدر، وقدر ما شافها. الحمد لله على سلامتك. عايشك بفضلك، عايشك.